Türkiye hükümeti geçen sene Mayıs ayında şu an Afganistan gününden evetten gelecekler. مش عارف كمان مرة. الفعالية كانت بأربعينية أو باليوم الأربعين لزميلتكم السيدة شيرين أبو عقلة، اللي كان موجود السيد سعادة السفير التركي ورئيس بلدية رام الله، وكمان كان وفد تركي جاي من تركيا كان معنا في هذا الفعالية. يعني هو من عادة الأتراك في اليوم الأربعين إنهم بيقدموا الطعام على لأساس عن روح المتوفى، فكانت هاي يعني قضية الطعام هي من هذه العادة التركية اللي هي تقديم الطعام في اليوم الأربعين لوفاة الشخص. اليوم خاص فلسطين، كل شباب فلسطيني مجبور احترام، يعني قدمت افضل شيء يعني. نعم. سالي مسلم ايديك. صحتي نافي، شرفتونا. سلام كل فلسطين. شكرا.